جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صبي محرم وعمره 8 سنوات ضربته أخته ضربا مبرحا حتى أثرت على جلده من جهة ظهره وخرج على إثر ذلكم الدم، هل يؤثر ذلكم على الإحرام؟ هذا لا يؤثر على الإحرام، ولكن هذه الأخت أخطأت في ضرب أخيها إلى هذا الحد، أما الإحرام فإنه لا يتأثر بذلك. نعم.